السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة. مع اقتراب فترة التخفيضات في علي اكسبريس 18 سبتمبر، إن شاء الله هاي شركة بلاك فيو تطلق منتجين جديدين في السوق، جهاز جينا بإعداد قوي وبسعر رائع. تابع الفيديو للأخير ولا تنسى الاشتراك في القناة. أنا أصيل وبسم الله نبدأ حلقتنا. الجهاز الأول من العلامة التجارية أوسكال، أوسكال باد 15، جهاز لوحي، وكما هو معروف عن شركة بلاك فيو أجهزة اللوحية الرائدة في المجال. الجهاز يجينا بتصميم جذاب مع ظهر من الألومنيوم. شاشة الجهاز متوسطة 10.36 إنش وتعطيك مسكة ممتازة في اليدين، مع شاشة ممتازة وألوان وسطوع جيد. الطابلت جينا ب 8 جيجا بايت رام و 256 جيجا بايت كذاكرة تخزين داخلية، مع معالج اقتصادي الإنيسوك تي 606، معالج جيد جدا واقتصادي من ناحية استهلاك البطارية. جاتنا بسعة 8280 ملي أمبير مع شحن 33 واط. كاميرا 16 ميجا بكسل سيلفي ورئيسية 13 ميجا بكسل. كل هذا يجينا بسعر 380 سنتيم فقط، طبعا في تخفيض 18 سبتمبر. لا تنسوا الضغط على رابط المنتج في صندوق الوصف وأضيفه إلى سلة مشترياتكم لتبقوا محافظين على هذا السعر. الجهاز الثاني اللي تطلقه الشركة هو بلاك فيو A96، هاتف رائد في الطبقة المتوسطة، جينا ب 6.5 إنش مع تحديث 120 هرتز، ممتاز جدا لأصحاب الألعاب. معالج من ميديا تك الهيلو جي 99، ممتاز جدا في الألعاب كما قلت، مع خيارين في الرام 8 و12 جيجا بايت و256 جيجا بايت كتخزين داخلي. الكاميرات جينا متواضعة 48 ميجا بيكسل الترا وايد و16 ميجا بيكسل سيلفي. هاتف جينا ببطارية منخفضة قليلا 4380 ملي أمبير مع شحن متوسط 18 واط. نشوف الشركة لو زادت في البطارية وزاد في شحن طبعا راح يكون أفضل من هذا، لكن ديما نرجع للسعر. مواصفات الهاتف جيدة، أيضا تمنينا لو طورت لنا الشركة في البطارية، لكن يبقى السعر هو اللي يتحدث. الهاتف نشوفه يسحق الشراء نظرا لسعره اللي جانا بنسخة 8 مع 256 جيجا بايت بسعر 3.5 و12 مع 256 جنا 3.8 ملايين. منتجات شوفها رائعة، ما تفوتوش هذه الفرصة، اضيفوها الى سلة مشترياتكم وانتظروا يوم التخفيض ان شاء الله. كان معكم أصيل، دمتم في حفظ الله، الى اللقاء.